برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين كلامنا طبعا عن مباراه فاركو وطلائع الجيش اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كابتننا، عايز اسالكم سؤال واحد، وطبعا كل واحد ليه ملاحظته ورؤيته الفنيه. النهارده تابعنا كابتن محمد عبد الواحد، كابتن سعفان الصغير كانوا بيتابعوا هذه المباراه. من وجهه نظر كابتن ايمن في تقريره الفني، كابتن محمد عبد الواحد هيكتب ايه ملاحظاته؟ مين اللعيبه اللي ممكن يحطها اون سبوت لكابتن حسام؟ واحنا طبعا منتظرين معسكر مانس ان شاء الله. اعتقد هو هيحط او هيتفرج على اللعيبه من وجهه نظر الفكره العموم اللي حطيتها حسام حسن لفكره اختياراته الجديده. مفيش شك ان المنتخب محتاج دم جديد وافكار جديده وشخصيات جديده، ومفيش شك ان في لعيبه صغيره كتير طالعه تبرز شخصيتها بشكل مميز قوي. لعيبه تقدر تفكر تعتمد عليها. يعني انا عاجبني قوي من النهارده طبعا وليد فرج، معرفش سنه بس لو هو 20 21 22 هو لاعب وبيلعب منتخب شباب كمان يا كابتن، وبيلعب لاعب يتحط في الحسابات. منتخب مصر منطقه نص الملعب محتاجه تتشاف بشكل مختلف، زي مثلا لعيب نادي الزمالك محمد شحاته، لعيب كويس قوي برده من ضمن اختيارات افكار حسام حسن. احمد نبيل كوكا اللعيب الاشول اللي بيلعب في نص ملعب النادي الاهلي، لعيب يتحضر لصناعه المستقبل. في الاسماعيلي عمر الساعي عمر الساعي برضه لعيب برضه سنه صغير، انا اقصد صغير سنه صغير، لعيب يتحط. انا اقصد دول خمس ست لعيبه صغيرين في السن. وفي يا كابتن ايمن كان عاجبك نادر فرج برضه، ونادر فرج انا نسيت، معقوله نادر فرج ده؟ انا حاطط نادر فرج طبعا. صحيح. انا اقصد ان دول اللعيبه اللي طالعه عندها شخصيه تي شيرت منتخب مصر، وعندها بس هم مرتبطين بفكره حسام حسن، هيلعب على اللعيبه اصحاب الخبرات اللي ليهم اسم، المحترفين ال علشان يبقى هو ده اللي قدامكم، ولا حسام حسن هيغامر وهيطعم ويدي شخصيه مختلفه لمنتخب مصر؟ تحديات حسام حسن ايه لشخصيه منتخب مصر؟ هو ده الجيم، بالذات ان هو داخل على ماتشات ما تقبلش كده قوي. لكن دول اعتقد عناصر بوليد وليد فرج يقدر يحط عليه فكره. منطقه الباك الشمال عنده مثلا، النهارده اتفرجنا على احمد متعب، لا لعيب كويس، لعيب كويس ويقدر يلعب. النهارده لعب اربعه كويس، يعني لو بيلعب خمسه كويس. شكري بتاع وبرده ده كمان لعيب كبير قوي. انا اقصد السن، انا برده بدور على السن مرتبط. محمد صغير، محمد شكري، محمد شكري برده ايه نص عشرينات في النص، انا بتكلم على اللي بيبتدوا برده، لان برضو احنا مفهوم اللعيب الصغير عندنا بقى كوميدي. تلاقي لعيب 24 سنه 25 سنه يقول لك لعيب صغير، لعيب واعد. اللعيب الصغير ده من 18 ل 22 اخره، لا 20 هو ده. فانا العناصر دي كلها في النهارده محمد عبد الواحد هيشوف ايه الا اذا كان الفكره دي موجوده عنده. طب هو مبعوث للماتش ده ليه؟ مظبوط. يبقى اكيد هيشوف اللعيبه دي. يبقى احنا فهمنا دماغ حسام حسن ان هو بيفكر في عناصر شابه جديده تدي طاقه مختلفه لشخصيه منتخب مصر، بالذات في منطقه نص الملعب. وليد فرج، احمد متعب فقط يتكتبوا في التقرير ان هم ممكن نبص عليهم، ولا شايف اسماء تانية يا كابتن؟ لا، بناء على الماتشات السابقه، لا في اتنين لعيبه في طلائع الجيش عاملين برضو سيزون نهائي لغايه دلوقتي، عبد الرحمن شيكا ويسري وحيد. يمكن يسري وحيد النهارده ما كانش كويس، ولكن في المباراه السابقه كان لعيب مميز جدا على الجون، بيعرف يجيب اجوان وبيجيب. سنهم ايه؟ سنهم صغير. يسري وحيد ده كان بيلعب في ترسانه السن انا عايز السن، لا صغير. السن بيديك اندكيشن. وعبد الرحمن شيكا برضو في العشرينات، في نص العشرينات. فدول لاعبين، يعني انا شفت تصريحات كابتن حسام وكابتن ابراهيم، هم بيقولوا بالنسبه لهم مش هتفرق معاهم الاسماء، هو يفرق معاهم اللي هيتالقوا في الدوري. صح. في الفتره الحاليه. ففي لاعبين زي ما كابتن ايمن قال، في اربع خمس لاعبين في منتخب اولمبيا انا كنت شايف ان هم يبقوا موجودين اصلا في البطوله الافريقيه السابقه، حتى لو ما لعبوش بس ياخدوا خبرات. ابراهيم عادل، محمود صابر، محمد شحاته، مين تاني؟ حسام عبد المجيد. في اربع خمس لعيبه انا بشوفهم كويسين جدا في منتخب اولمبي، مع بعض الاسامي اللي لغايه دلوقتي ظهرت. يمكن معظم الاسامي اللي ظاهره في الدوري حاليا متالقين هتلاقيهم اجانب، يعني قندوسي، احمد بالحاج، ولكن اللعيبه دي هي لغايه دلوقتي المصريين اللي مع احترام الخبرات برضو يا تامر، لان الماتشات اللي جايه عايزه خبرات. صح. انت فاهم؟ يعني الخبرات احيانا بتحسم لك فكره ال 90 دقيقه. في لعيبه مميزه صغيره كتير، ولازم لو مرتبطين بالمنتخب الاولمبي ده اضافه، يبقى بلس على طول. لكن دايما الماتشات اللي خلي بالك، انت ماتشاتك في تصفيات كاس العالم فيصل،
يعني انت لازم برضو اللعيب يكون عنده شيء من الخبرات خصوصا اللي في شهر 6 ماتشين بتوع بركينا هنا وغيره. لسه في فرصه شويه كابتن ايمن وكابتن تابر معسكر مارس يعني ده ممكن يبقى فرصه. لا عندك خبرات، الخبرات مش بالمعسكرات، الخبرات برضو انا اعتقد دي عناصر هتخش في شخصيه المنتخب لكن هتظل المباراه الحاسمه للوصول لكاس العالم لاصحاب الخبرات. لاصحاب الخبرات لانهم دول اللي هيدوا لك الفارق في الاخر. اذا هي ما زالت فرصه لجميع اللاعبين في الدوري الممتاز للتالق من اجل لفت الانظار في او لجهاز المنتخب ان شاء الله في المعسكر القادم.